بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 51 بعد 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله كلامه في بيان أمراض القلوب فيقول: ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحال الأغنياء. فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها. بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه، ويتلذذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه، وهو راحة. وأشد كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق، فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. ولهذا قال من قال: إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. والنوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. وهذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب
هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل على أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء، ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا. القسم الثاني ويسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه، ومن أوتي المال فهو ينفقه. فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل، أدى الأمانات إلى أهلها وحكم بين الناس بالكتاب والسنة، فهذا درجته عظيمة، لكن هذا في جهاد عظيم. كذلك المجاهد في سبيل الله، والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال، بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس لهما عدو من خارج. فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة، ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره. بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا. ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك، كذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب، وهذا ينفعهم بقوت الأبدان، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين، مثلا بهذا ومثلا بهذا، فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة،
ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء وآخر قد رزق وآخر رزقه الله مالا على وآخر قد رزقه الله وآخر قد رزقه الله لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع، وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا المملوك القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا، وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. والمثل الثاني، إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، فليس فيه من نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره، وآخر عالم يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم، وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس، قد ضرب ذلك مثلا لنفسه، فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال هود: إن ربي على صراط مستقيم. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.